من هو راشد ودهمش؟ راشد بن حمد الدهمشي العريمي، هو من مواليد 1910 تقريبا. ولد هذا الضرقام في ولاية صور، وترعرع وتربى في أظن ولاية صور، وقابل شعراء كثيرين وشاعر متميز رامس كل الشعراء اللي ياتوا إلى ولاية صور، وكان رمساته عند بيتهم أو عند الماحة، ماحة الحداد في حلة الفوارس، في حلة الغيالين من حلة الفوارس، هي الماحة موجودة والبيت مالهم موجود هم. ودهمش يتميز بأشياء كثيرة، شعر قوي، كان أي شاعر من الولاية يأتي إليه يضيفه ويقوم لرسحه، وكان نبيه، شاعر مميز ومتمركز، له أشعار كثيرة. ومرامس حافظ المسكري وكان صديقه، ومرامس وديم عبد الراشد، ومرامس يميل، ومرامس ناس شعراء كثيرين. من هم أساتذة راشد ودهمش؟ تلمذ على يد حافظ، كان حافظ في أيامه جاء، ما كان ودهمش حد يعني اللي بيخليه ينمي موهبته، فالشايب حافظ لما زاره كان ينمي موهبته معه. سالم، شعر راشد طبعا شعر رزين وكذا، لكن انت من وجهة نظرك بايش يتميز شعر راشد؟ ودهمش كان مميز، وكان يقول العازي والرسحة اللال وناحة طويلة والغاز، يقول في أمثاله في شعره، والغصافيات يقولهن، وكان يرسلوا له سلام من مناطق اللي هي حلم، وادي ابن جابر، لما تقابل واد وزير مع سالم بن مالك يقول رجال بصير راضي ضاري يصوغ لي مكحله وسلسله من خلال كلامهم او رمساتهم، فتربى على يده واد وزير من تلاميذه، كان في ذاك الوقت واد وزير صغير وهم اكبر، اللي عاصرهم الشاعر المذكور حافظ المسكري مع ودهمش، مع ودمع بن راشد، محمد ودمع بن راشد كان أقوى منهم شوية، بس هذا ما خطنا أجيال السفر، وما خطنا الشعر الثاني يعني مثل النبطيات والشعر الطويل بدون الرسحة، وهذا فالشاعر لما رامس كثيرين، رامس خاطر حديد مال ضباب، ورامس حافظ كثير، رمساته ما حافظ، لكن للأسف أنا رمساته ما أفهمه إلا قليل، يقول يوم يقول له ضاري أنا أسفن بسيف من مضاري، أنا هذا كلام حافظ يقول له مضاري أنا أسفن بسيف من كسر، ضاري أنا أسفن بسيف حديدة صارمة، وعقيتني على ريل ريوله في القبر، ما حد كذي يسهد ربيعه ويظلمه. حديد كان ما يقول يرامس حافظ، كان حافظ ما يرضى يرامس شخص غير ودهمش، كان صديقه ودهمش عيونه اللي يشوف به، قال له لا حديد فورا لو باقي كبر الظفر يقدر على سور الملدية لك يقحمه، وحديد شيبه يشتاهل حشمه وقدر، أعطاك حلوة وانت ثرت توسمه، قال له لا ما يروض لي ضو الفنر عن القمر، يعني هني من ودهمش، ما يروض لي ضو القمر الفنر عن القمر شيخ القمر، وما الفنر لا خادمة، عقيتني على ريل ريولة في القبر، ما حد كذي يسهد ربيع ويظلمه. وانتم شوفوا هذه الناحة، قال بنيي لكم، آخر كلام ودهمش يقول بنيي لكم، بنيي لكم اللي ما رضيتوا بالسعر، وبنردكم على الدفتر والقايمة، لي ما شربت الحالي وشربت الصبر
بتنتهي روحك عليلة وصايمة لما رامست فلان ورامست الصغير ورامست كبير وتهيأت فرمسة فرمسة الأخو والصديق هذا ضيفي وأنت تكسره وأنا أدافع عنه. هذه الرمسة اللي حدثت بينهم ما بين حافظ وما بين ودهمش في سبب حديد من ضباب كان ضيف مع ودهمش، ولكن لما ودهمش صارت له شيء بسيط فراح شوي يعني عمل خاص راح، فظل حديد يرامس حافظ. راشد بن حمد ودهمش العريمي هذا شاعر ومعاصر عند حافظ ومعاصر من الشعر الذي ربوا في صور والشعر الذي زاروا صور، وكان شاعر بليغ ومعروف، وكان ينبه يوم يشومه وتستوي ماشي صلاحه وما بين قبائل أو شيء يكون هو ربيعهم الوحيد، ومن جملتهم صارت خلافة ما بين بني بوعلي بعضهم إلى بعض، وشاموا مشايخ من هني مشايخ ينبه ومشايخ هالصور الذي معهم شاموا وقاصدين أولاد حمودة، في يوم يو داخلين على قلعة أولاد حمودة شل راشد بن حمد قال من دارنا حنت عنينا ننصا وتود نمر الساية على نويب وشرعهم فينا بتكون رسمة مخلاية. أيضا التقوهم المشايخ واستضافوهم، فمن بعد الأضافة يو المشايخ متقدمين على الأمير بطلب الصلح، فرد لهم الأمير رحمه الله فقال لهم خلاص القضية من هنها ودهمش قبل طلبكم. قالوا له ويش قال؟ قال انتوا سامعين وداخلين بالشلة وأنا فهمت وخط المعنى وهي الواجب. من دارنا حنت عنينا ننصا وتود نمر الساية على نويب وشرعهم فينا بتكون رسمة مخلاية. إلا رمسات طويلة، لكن للأسف عن الحفظ الحين ضايع وناس كبار ميدان ما سمعت عنه تكلم ميدان كثير. قصافي وايد يتكلم وايد فوق قصافي وقصافياته كلها أنت تسمع حماسيات، لكن في نفس الوقت ما يحضر معنا شيء. يوسف ود عبيد بن يوسف الفارسي وهو من أولاد صور وعايش في صور وعايش أيضا في زعل البارنة. قال يوسف ود عبيد أسمع أولاد الشيخ يوتيار بناتك على قرش شطنا أمنتنا ومن تيارتنا كنتوا تبوا من تيارتنا انتوا قربوا المال يو تيار من دامنا الميل شطنا. قلت لاني اليوم قطعت خوخ بكراتينا واحسن من الفلام في المينا عطني من الحديد ما شارين ما حد بيعطيك من حيده حن كلنا ود عبيد ما شارين حتى ربع قرش من حيده يلاد على المال بكراتينا معزل ومعلم ومعزول في المينا. هذا كلام يوسف موجود من كلام يوسف وهذا اللي انا اديت له. والله اقول لانهم هم ربوا اجيال والاجيال وانت بينا معهم وربينا وتعلمنا ودرسنا من مدارسهم اللي هو ود همش واللي هو ود وزير واللي هو الشعراء ود سالم بربيع ومن عدد الشعراء الذي تعلمنا معهم اللي جالسناهم واللي عاصنا معهم بالمشاركة الرمز. الله يرحمهم وحن كذلك من اللاحقين ونسأل الله لنا ولكم بمدة الأعمار. Oh,
وفي بحر المعاني يعبر قصيد الرماميس. في بحر المعاني شل الله يا الله كتبنا الحكاوي وفتحنا صفحة جديدة. كتبنا الحكاوي شل الله شل الله يا الله. سفراته سفرات راشد سفرات ود همس. نعم راعي بحر يسافر الهند السواحل من باسة، سافر العراق والكويت، وكانوا يسافروا على محامي كبيرة. ولما ياتوا بالصيف يمشوا وبالشتاء ياتوا يصيفوا هني 3 شهور 4 شهور. وبعد سفراتهم تبدأ من شهر، يعني من بداية شهر 2 يروحوا 6 شهور. لا في القيض هني يكونوا مثلا في 5 و6 و7 و8 هني يقضوا، ومن بعد يسافروا لما يطيب هناك الهواء، لان الهواء هني عكس عندنا. احنا صيفنا هم شتاهم، وصيفهم هم حن شتانا. يعني البلدان اللي هذيك كانوا يسافروا لها بالصيف، بالشتاء عندنا احنا انهم عندهم صيف. راشد ودهمش كان مؤخذه ونوخذه عظيم، وبعدين ثقيل الكلام، كلامه موزون، يعني كلامه ما يجيبوه الحين الشباب الله ما يجيبوه. كلامه كان عظيم، وكان بعد له رمسات مع واحد من الشعراء اللي هو مصلحي. ومصلحي هذا في عهد من؟ في عهد حماد من الباطنة. حماد ومصلحي يرمسوا في باطنة، ومن وفي زمنهم كان هذا اللي هو ودهمش كان في سنهم. ولما جاء زاير قربوا ودهمش ورمس معه رمسة كبيرة وطويلة. مصلحي جاء زاير في ولاية صور وقرب راشد ودحمد الدهمشي. والدهمشي كان مشهور هني في المنطقة هذه، هو محمد بن راشد، وكانوا يرمسوا سنين طويلة حتى تعلموا الوزير منهم ويميل كلهم. ألا يجوا ألا أصغر من ألاك، ألاك أكبر. مصلحي ريال ما يشوف، كان يقودوه، ولكن رميس قوي. لما بدأت الرسح بينهم في بيته فالشاعر قربه وسارت الرسحة بينهم في المساء. وجاء مصلحي وبدأ قال مصلحي سلام الله عليكم بادي ما بدأ، سلام أحلى من شراب الكوثري. والكوثري معروف، سلام أحلى من شراب الكوثري. أنتم صراي الديرة أمك عامل عدا، وبشوفكم يفرح فؤادي وخاطري. طش لو الهمش قال لي يا مرحبا على عدد طش الندى، وعلى عدد رعد يحن ويمطري. رخصوا سماح اللي بيركض في المدى، ينسف على خيله مع رقاته وصري. يقول لهم رخص لك اركب خيلك وانسف عليه. قال لهم صلحي بثني بتحية حليل وليلة غدا، حق اليوم وحق بكرة. بثني بتحية حليل وليلة غدا، وعقب التحية هذا مسك وعنبري. بمشي على صبوعي وبادوس الردى، يوم ان تخم الغبة ميل اليابري. قال له ودهمش دوس وتثاقل، وبدعالك روحي فدا، وبسكنك في وسط عيني وباصري. ودي بثوب مسح مسرى والصدى، ودي بكريم تاجر كفه هنجري. يعني ما يخ. قال مصلحي قصني تفرع شروى ليل الثرمدا، من أطلس الناهي حرير الأبقري. أباك تزورني في أيام الفدا. طلبه يقول لا أباك تزورني في أيام الفدا، يوم ما ترابعني تقافي لي ثري. يقول له أنت تقص الأثر وتبع لي أثري، وين أنا ماشي في أي منطقة أي مكان زورني هناك. قال له عفوا لنزرتكم
يا أصحاب التوهدة من هو بيكفني وبيكفل دفتري؟ كان موظف ودهمش، كان في الفرضة، فرضة الزمانية اللي كانت يوم تأتي خشب منصور، كان هو على الفرضة يعرف كم سفينة دخلت أو كم سفينة جابت بضايع، يسجل الأسماء السفاين اللي دخلت. طبعاً هو متعلم. هو متعلم طبعاً. نعم. قال لنزرتكم يا أصحاب التوهدة من هو بيكفني وبيكفل دفتري؟ أرجو السماحة صاحبي من ابتدى شغل الحكومة يوكمن ومخطري، أنا ما أقدر أعقب العمل. بعدين تمنقش من تمنقش هذا الريال اللي ما يشوف اللي هو مصلحي. قال له عقب الضحى طير صدفني وغردة عزم بيتلف لي فوادي ومنحري. من هين يتلف الفواد ومنحر؟ هذاك ريال ما يشوف، لكن دوارة الحرفة ودوارة الشر سواها زيزا مثل رعد غردة. قلت له معي شيخ وكبير المسكري كان حافظا بينهم في الجلسة، طير صدفني وغردة عزم بيتلف لي فوادي ومنحري سواها زيزا مثل رعد غردة. قلت له معي شيخ وكبير المسكري، يقول أني سويت حشمة للمسكري اللي هو حافظ كان بينهم. ورمسات ودهمش طويلة وعريضة ورميس غوي، وكان معاصر ناس شعراء كبار. راشد مكانته طيبة، وكان مع جماعته زين ومع كل السوريين بالذات الأوليين معاهم. كان وش وظيفته قلت لي؟ وظيفته كان كاتب في الفرضة، لأن البيت هو اللي يعطي. يقول له شغل الحكومة هي وكمن ومختاري، يقول له أنا ما أقدر أتجاوز، أودر العملي وأي معاك أزورك. الفرضة هو عبارة عن مكتب حكومي له كاتب وله ناس موظفين اللي يدوروا السفن اللي تأتي من بضايع، من الأمور اللي تأتي من هناك وتدخل السفن به. هذه الفرضة عبارة عن مكتب في زمان الأولي، كان مكتب مفتوح ويتسجل فيه هذه السفن اللي تدخل والبضايع من أنواعها. فكان الوالد راشد كان موظف في هذه الوظيفة، كان في يعني بقول لك يعني في أيام العشر، يعني في بداية يعني الناس، يعني هذيك الأيام كانت الناس يعني قليلة وقليلة. وشايب المرحوم كان يسافر وكان يمشي يعني يتابع الفن من هين ما يكون، ويمشي مثلا فؤاد بن جابر يروح، مثلا في باطن يروح، في كل مكان في فن يروح. والشايب اكثره رمساته كانت في صور، والشعراء كان بارزهم في صور، بارز حافظ المسكري في صور، وبارز اللي هو المصلحي، وبارز يميل المبروك في 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 صور، واغلب غالبيا رمساته في صور، واكثرها ما حافظ لانه صديقه. كان نعم احد اخوان الشعراء كانوا عمالقه، الشاعر هذا مسلم بن حمد بن راشد الدهمشي العريمي كان شاعر، وكان شعره كله قصافي، كان ما يقول الشعر إلا مشاي. فمن خلال كلام شعره يقول: أما سكناها بعز ومريلة ولا ارتحنا وغيرنا فيها سكن، عاينت براقن يسوق مخايلة يسقي ديار الغافري ويمع الوطن. أما سكناها بعز ومريلة ولا ارتحنا وغيرنا فيها سكن. كلمة أخيرة تحب تقولها عن راشد؟ رحمه، أو ما أقول إلا رحمه الله ويضمد الله وجهه ويضمد الله ثراه. وأقول إن الشاعر هذا فقدانه للولاية هذا كبير، ومن الآن ومن اليوم إلى الآن ما جبنا ظفر ودهمش من شعره، ما جبناه. إحنا نقول الشعر ونسوق الأمثال وكل شيء، ولكن ما مثل درر ودهمش ما حد يسوقه.